اداء النائبات جوه البرلمان قوي؟ هل مثلا هما بيتم، يعني حضرتك شايفه ان رئيس المجلس بيمنعهم من الكلمه، في مثلا ضغط عليهم من التكتلات اللي هما فيها، في يعني حاله من حالات الاستعداء جوه البرلمان للستات؟ يعني كل ده موجود، لكن كمان لازم اي امراه داخل البرلمان تتسلح بالمعرفه قبل ما تناقش قانون، تبقى دارساه كويس قوي، تجمع عليه مجموعات، حتى ما تقدمش استجواب اللي ما تكون فاهمه عنه كويس جدا. فدي فرصه، لان مش في نائبات مش عندهم معلومات، يعني وده طبيعي، ما يعني مش كل الناس عندها كل المعلومات، وبالتالي لازم هم يتسلحوا ويشوفوا الاراء المختلفه قبل ما يناقشوا اي قانون. حضرتك شفت تصرف الهامي عجينه او تصريحاته ازاي؟ تصريحاته سواء على الختام، اولا ده نائب لازم تترفع عنه الحصانه تماما، غير لائق بالمره انه يبقى نائب برلماني. وهذا الرجل هو يعني مش عايزه اقول توصيف، انه فعليا يعني هذا رجل لا ينتمي للتيار المستنير باي شكل من الاشكال، ولم يعني مش انا يعني مش عايزه اقول الفاظ، لان هي كل الناس ادته بما فيه الكفايه. تمام. طيب فيما يخص الختان يا استاذه، حضرتك شايفه يعني المفروض البرلمان يعني لما ناقش القانون، حضرتك شفتي ده ازاي؟ يعني شفتي القرار بتاعته فيما يخص الشأن؟ لا، ما خلاص القانون طلع. تمام. هو تغليظ العقوبه، خدوا تغليظ عقوبه. ان برضو كان في يعني، نعم كفايه يعني، ما هو القانون مش كفايه، انت لازم تشتغلي على مستوى المجتمع، في بمؤسسات التربيه، في المدارس، المؤسسه الاعلاميه وهكذا. ان القانون عمره لوحده ما كان كافي، بدليل انه في قانون بيحاكم على السرقه والسرقه بتحصل، قانون فيه بيحاكم على الاغتصاب والاغتصاب بيحصل. لازم آلية تنفيذ القانون، آلية تنفيذ القانون دي من ناحيه، لا ومن ناحيه الوعي المجتمعي، تغيير الثقافه السائده دي مهمه جدا ان هي تمشي مع القانون، لان القانون لوحده عمره ما هيحل حاجه. طب مهم وضروري، لكن لازم نمشي في الناحيتين. تمام. هل تغيير الثقافه او يعني ازدياد وعي المجتمع وجعل يعني توضيح الاضرار اللي بتعملها الظاهره دي او الجريمه دي في حق اي بنت، هل ده دور مؤسسات المجتمع المدني لوحدها، ولا الدوله المفروض تشارك في ده وتشارك في ازاي؟ الدوله اساسيه طبعا، من خلال كل مؤسساتها تبدا تعمل ده، المدارس تعمل مناهج بتتكلم على الموضوع ده، وان هي كمان مناهج تتكلم على المساواه وعدم التمييز بين الولد والبنت، ويبقى في مناهج تربيه جنسيه في قلب المدارس. احنا بنشوف ولاد صغيرين بيتم اغتصابهم في المدرسه والتحرش بيهم. تمام. المؤسسه الاعلاميه تلعب دورها، المؤسسه الدينيه تلعب دورها، وهكذا، مش بس منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني عملوا دورهم زياده وما زالوا بيعملوا دورهم زياده، فمحتاجين ان الدوله تشد حيلها في هذا الموضوع. تمام. طيب حضرتك